اهلا بحضراتكم من جديد. يعني قبل الفاصل اتكلمنا عن دور الجمهور في مسانده النادي الاهلي ومسانده لعيبته اللي المفروض يساندوا النادي الاهلي فيها وكل اللعيبه فيها الفتره اللي جايه دي. يعني اخر حاجه عايز اقولها، نفسي اقولها للمسؤولين في الدوله، يعني لو سمحتوا لازم يبقى في الاستاد مش اقل من 50,000 متفرج بعد اذنكم. يعني لازم كل ما بنطلع مباراه اللي احنا بنلعب او الاهلي او اي فرقه، الاهلي زمالك اسماعيلي اي فرقه كانت محتاجه الدعم الجماهيري بتاعها كامل، خصوصا تلعب ماتش عشان توصل نهائي، اكيد هيشرف مصر قبل ما يشرف النادي الاهلي. فلو سمحتوا الجمهور ادى صوره مثاليه للجمهور الوفي في كل حاجه، في تشجيعه في التزامه في كل حاجه بصراحه. فلازم مش اقل من 50 متفرج يملوا استاد برج العرب ان شاء الله. شفنا في النجم الساحلي في تونس الجماهير مولعه الدنيا شماريخ والكلام ده كله، بس يعني احنا قلنا الكلام ده مش عايزينه في ملاعبنا، لكن الدنيا ماشيه جدا مفيش اي مشكله خالص. ان شاء الله يبقوا على قدر المسؤوليه، بتكلم على الجماهير ان شاء الله حضراتكم كمان تبقوا على قدر المسؤوليه وتوفوا لنا او توفوا بالطلب اللي احنا او يعني توافقوا على الطلب اللي احنا بنطلبه من حضراتكم. مش اقل من 50,000 متفرج ان شاء الله يساندوا النادي الاهلي ويدوا له الدفعه المعنويه اللي مفيش اي حد يديها فريق كوره غير الجمهور. لو سمحتوا وافقوا على طلبنا ده، مش اقل من 50,000 متفرج يملوا برج العرب. ارحب بالنجم الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن الكبير المحترم كابتن اسامه عربي. اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا بيك، منور الدنيا. الله يخليك. يعني طيب نروح ناخد امير هشام عشان نطمن على كواليس رحله الفريق ان شاء الله في طريق العوده للقاهره. امير هشام اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، تحياتي لصحبتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك امير. كابتن اسامه عربي بيرحب بيك. تحياتي يا كابتن اسامه عربي. اهلا وسهلا. يعني طمنا امير بشكل عام عن البعثه والاجواء وال يعني قول لنا الكواليس اللي حصلت ايه. طبعا النهارده الصبح بدري جدا تمام الساعه 6 صباحا او 7 صباحا بتوقيت القاهره بقى خلاص، يعني كان الفريق بيتحرك في اتجاهه لمطار كارتاج في تونس. الفريق وصل بالظبط بالتحديد في تمام الساعه 9 صباحا، الطياره اتحركت الساعه 11:30 صباحا، وصلنا الحمد لله تمام الساعه 3:30 عصرا. يمكن كانت رحله طويله بالنسبه للنادي الاهلي من خلال المباراتين كانوا مهمين جدا سواء امام فريق الترجي او امام فريق النجم الساحلي. اجواء عامه يا كابتن ميدو اجواء جيده. طبعا الفريق يعني كان نفسنا ان احنا نكسب امبارح او على الاقل نتعادل امام فريق الساحلي، لكن زي ما احنا شفنا اكيد ما كانش في توفيق بالنسبه للاعبي النادي الاهلي المباراه امبارح باكثر من فرصه، لكن بشكل عام في حاله رضا من الجهاز الفني عن الرحله بشكل كامل، يعني تحديدا خصوصا ان احنا قدرنا نصعد على حساب فريق الترجي في ملعبه. شيء مهم جدا لينا، ومن خلاله قدرنا ان النادي الاهلي قدر ان هو يوصل للدور نصف النهائي. طبعا مباراه الاهلي اكيد جدا بتشوف تاني في مصر ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يكمل الانتصار الافريقي، قادر ان هو يقدر يفوز على الفريق النجم الساحلي باكثر من هدف كمان. احنا طبعا محتاجين هدف واحد، لكن ان شاء الله النادي الاهلي عندهم عزيمه كبيره جدا ان هم يوصلوا لدور افريقيا عشان ان شاء الله نرجع البطوله دي النادي الاهلي بعد غياب 4 سنين. ده واضح جدا على وجود لعيبه النادي الاهلي حتى في خلال رحله العوده. هو الهدف واضح بالنسبه لهم والهدف الاساسي بالنسبه لهم هو طول دوري ابطال افريقيا عشان خاطر جمهور النادي الاهلي يفرح من خلال البطوله دي، وان شاء الله ترجع النادي الاهلي تاني يا كابتن. اكيد يا امير. انا عايز تطمني على يعني اطمن الجماهير تاني او نطمنهم على اصابه عبد الله، وهتاخد قد ايه وقت؟ لو كنت سمعت يعني من الدكتور خالد محمود الاصابه دي هتاخد قد ايه وقت؟ طيب انا سالت الدكتور خالد محمود يا كابتن نيتو، قال لي الاشعه هي اللي هتحدد الاصابه دي هتاخد وقت قد ايه، وقال لي ان هو تواصل مع طبيب منتخب مصر وبكره عبد الله السعيد حالته هتتعرض على المنتخب، واكيد هيعرفوا خلال الاشعه كمان المده بالتحديد اللي هيجي خلالها عبد الله السعيد. لكن مبدئيا عبد الله السعيد خلاص مش هيلحق مباراه مصر امام، وطبعا ده شيء بالنسبه لنا شيء جيد. عبد الله السعيد احد اللاعبين المهمين جدا بيعتمد عليهم في رياضه السوبر الثاني منتخب مصر، وخصوصا المباراه طبعا مصريه ومهمه جدا بالنسبه لكل المصريين، لكن ان شاء الله في يعوض غياب عبد الله السعيد. لكن عبد الله يعني اعتقد يعني هتاخد فتره شويه لان هي مزق في العضله الخلفيه، حتى شد بس او اجهاد ولا حاجه، لا هي مزق في العضله الخلفيه. وده اللي واضح جدا من حاله عبد الله السعيد. بالنسبه لهشام محمد، هشام محمد بالتحديد بالظبط هيبقى 3 اسابيع اللي هيغيبهم، وان شاء الله بعد ال3 اسابيع دول هيقدر ان هو ينضم للتدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا هيكون عنده تدريبات بدنيه خاصه بيه وكده، لكن ان شاء الله يرجع بعد ده طبعا بعد ما جاله كسر في صباع احد اصبع طبعا، فبالتالي
ان شاء الله هشام محمد قدامه ثلاث اساليب. بالنسبه لحسام عاشور، حسام عاشور طبعا كان غيابه مؤثر جدا للنادي الاهلي امبارح. حسام عاشور زي ما احنا عارفين عنده جزع في باطن الركبه، لكن ان شاء الله حسام عاشور خلال ايام يقدر يرجع ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه ان شاء الله بقى مع منتخب مصر. احنا عارفين ان هو من ضمن القائمه اللي اختاروها منتخب مصر، فبالتالي ممكن حسام عاشور يلحق مباراه المنتخب لو هو في حسابات مسيرات السوبر او طبعا المتاح بالنسبه له، يعني هيكون متاح بالنسبه له في المباراه دي. ده بالنسبه لحسام عاشور. يمكن بعد ذلك طبعا كل الاعتماد الاهلي يعني الحمد لله بحاله جيده وما اصابتش يعني. أكيد يا أمير. يعني وليد سليمان امبارح المذيع اللي كان بيذيع المباراة قال خد الإنذار الثاني. لا ما خدش الإنذار الثاني. عايز بس أتأكد برضو على الناس إن ما فيش إنذار ثاني لوليد سليمان. لا لا ما فيش إنذار ثاني لوليد سليمان. وليد سليمان خلص هو اللي خد الإنذار، ده هو أحد لاعبي فريق النجم الساحلي هو اللي خد الإنذار. وليد سليمان متاح للنادي الأهلي في المباراة مقبلة أمام فريق النجم الساحلي، اللاعب الوحيد اللي مش هيكون متاح بالإضافة للمصابين حسب الإصابات ساعتها. إن شاء الله نتمنى كل لاعبي النادي الأهلي يكونوا جاهزين، لكن هو احمد فتحي بس هو اللي يعني. يا امير انت كنت في المباراه امبارح وشفتها يعني في الملعب، هو احمد فتحي عمل حاجه غير ان هو كان بياخد الكرة عشان يرميها اوت؟ يعني قال حاجه مثلا ما شفناهاش، عمل حاجه لا لا عشان لا ياخد انذار؟ امير احمد فتحي الو. قول تاني لان ما الصوت كان قطع. لو تلاحظ يا كابتن ميدو، احمد فتحي عامه في عادته لما بيجي الكوره ده من تماس او حاجه بياخد وقت فحد يبص له الكوره. دي حاجه. تاني حاجه احمد فتحي مش هيضيع وقت وهو خسران عايز يخسر فرق جون، تمام؟ فاكيد انذار كان غير منطقي جدا. هو احمد فتحي اللي قال اي حاجه ولا الراجل هو اداله الانذار عشان شايف ان هو بيضيع وقت؟ طبعا ده من خلال كمان ضغط الجماهير، ضغط لعيبه النجم الساحلي، فالراجل ادى لاحمد فتحي انذار. لكن للاسف يعني ما كناش نتمنى ان احمد فتحي ياخد الانذار ده، وكان نتمنى ان هو يستنى مباراته عشان يكون متاح للنادي الاهلي في المباراه المقبله. لكن ايضا النادي الاهلي عنده بدائل كتير ان شاء الله يقدر يعوضوا بيها بلاعب مهم زي احمد فتحي. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يقدروا ان شاء الله يعوضوا. يعني ضغط الجماهير وضغط النجم الساحلي على الحكم عشان احمد فتحي ايه ده؟ اذا كان اصلا النجم الساحلي كانوا فرحانين جدا ان هم كسبوا 2-1 وعايزين يضيعوا الوقت. بالظبط. يعني امير لو كنت لحقت العناوين الاخبار التونسيه تناولوا الهدف الاول، الهدف اللي هو ما بيدلش على اي روح رياضيه خالص من فريق نجم الساحلي، تناولوه ازاي؟ او كان الكلام كان ازاي على الهدف ده؟ لا هم بالنسبه لهم الهدف عادي خالص، هم ما علقوش اصلا على ده. طبيعي ان هم مش هيعلقوا لان هم مصلحتهم، يعني الكوره كانت مصلحتهم ان هم يستغلوا الفرصه ويجيبوا هدف، فاهم قصدي يا كابتن؟ هم كان بشكل عام كلامهم عن المباراه ان فرص فريق نجم الساحلي لسه ما اتحسمتش. طبعا المباراه في مصر هتبقى صعبه جدا عليهم، شايفين ان لازم على فريق النجم الساحلي ان هو يعمل مجهود كتير جدا، لازم يشتغل كتير جدا عشان يقدر ان هو يطلع بنتيجه ايجابيه من الماتش من خلالها يتاهل للدور النهائي. عندهم حاله من التفاؤل ان لعيبه النجم الساحلي ممكن ان هم يؤدوا اداء جيد في مصر ويقدروا ان هم يفوزوا او يتعادلوا اقل تقدير امام النادي الاهلي ويصعدوا. لكن ان شاء الله ده اللي ما نتمناش انه يحصل. ان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي يواصل مشواره ويكسب المباراه دي. لكن خليني اقول لك ان الاجواء عامه في الدوسه كابتن ميدو بالتحديد المباراه دي، لا الجماهير هناك جماهير صعبه جدا، ضغط كبير جدا على لاعبي النادي الاهلي كان في الملعب. خليني اقول لك بالتحديد ان كمان الملعب المجردات قريبه من الملعب، عامل ضجه كبيره جدا بالنسبه للجماهير. طبعا الاتحاد بشكل عام كان حماس كبير للاعبي النادي الاهلي، في المقابل اكيد كان ضغط للاعبي النادي الاهلي، لكن لاعبي النادي الاهلي كانوا متعودين اكيد على الكلام ده، وقدرنا ان احنا الحمد لله النادي الاهلي قدر ان هو يؤدي اداء جيد وقدر ان هو يخطف هدف كان مهم جدا، هدف صالح جمعه. اكيد دي دور كبير جدا ان شاء الله في مباراه العوده. اكيد احنا عندنا جماهير برضو بترعب اي حد، عندنا جماهير يعني بتزقر يعني ترج السادات. امير هشام كنت واجهه مشرفه جدا لقناه النادي الاهلي في تونس وغطيت فتره الاقامه يعني على احسن ما يكون. شكرا جدا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي والزميل الفاضل. عايز تقول ايه؟ أقول بشكل عام. بشكل عام الحمد لله أنت في أسبوع قدرت تتغلب على عقبة صعبة اللي هو مباراة الترجي، كانت مباراة فعلا صعبة اللعيبة بذلت فيها الشوط الثاني. المباراة الثانية اللي هي بتاعت النجم الساحلي، خلي بالك بيبقى في ذهن اللعيبة برضو مهما كان إنه في مباراة عودة في مصر. فكميات الكرات المشتركة والكميات الجاري وكل الكلام ده كان نسبيا أقل من مباراة الترجي، لأن الترجي اتبذل فيها جهد كبير قوي. فأنا أتصور أنه
انه الاستشفاء بتاع اللعيبه ما في 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 عدد منهم ما لحقش يرجع لاحسن حاله تخليهم في الفورمه. يعني في بعض الناس فيهم باين عليهم التعب في المباراه، لكن كنتيجه بصفه عامه نتيجه تعتبر معقوله جدا. طب اسبوع مش كفايه ان هو يرجع الفريق؟ اسبوع في وضع طبيعي يرجع، بس في ناس بذلت جهد كبير قوي 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 قوي، ممكن احيانا تاخد وقت اطول من كده شويه. يعني انا مثلا واحد زي علي معلول، ولا حده المنافسه بين اللعيبه والتدريبات والكلام ده كله خلت اللعيبه تدوس على نفسها في التمرين، خلت روح المنافسه قويه جدا وشرسه جدا. يعني كمان حسام عاشور اتصاب في التمرين، ممكن يكون الموضوع ده برضو اثر على الناحيه البدنيه اللعيبه؟ لا، ما كابتن حسام مدرب كبير ومعاه جهاز معاون فاهمين ومعاه ناس فاهمه، فاكيد الناس اللي لعبت الماتش اكيد ما دخليش في تدريبات عنيفه او كده، اكيد بيبقى بياخدوا عمليات استشفاء فتره كذا يوم، يعني لانه بذلوا جهد كبير قوي. واحد زي علي معلول عمل كميات جري مش طبيعيه في مباراه الترجي، فطبيعي تاثر عليه بدنيا شويه في المباراه بتاعه النجم الساحلي وغيره، يعني وليد سليمان، عبد الله السعيد، في ناس كانت واضح عليهم كميه الجري مش زي كميه الجري اللي جريوها في ماتش الترجي. فانا من وجهه نظر برجعها لحاجتين، لجزء في استشفاء، حتى لو الاستشفاء اتعمل كويس فيهم ناس ما لحقوش يرجعوا لاحسن حاجه ليهم. والحاجه الثانيه برضو الاحساس انك انت عندك مباراه اخرى في القاهره وان دي اول مباراه، برضو بيهديك شويه، ما بيبقاش زي ما انت في ماتش الترجي لا فرصه، يعني اذا ما كسبتش خلاص انت بره البطوله. فالعاملين دولت هم اللي ممكن يكونوا قللوا شويه من كميات الجري والكرات المشتركه. يعني هم حتى انا تخيلت ان فرقه النجم الساحلي، شفتهم انا في ماتش اهلي طرابلس، جم في اخر ثلث ساعه زي الحاله اللي كان فيها الترجي في مباراه الاهلي، كانوا مفتوحين جدا والاهلي طرابلس كان ممكن يتعادل رغم ان هم كانوا متقدمين 2-0، لكن واضح ان هم في المباراه ديت كانوا عاملين حساب النادي الاهلي بصوره كبيره قوي، وحتى في البدايه ما ابتدوش بضغط عالي كبير قوي، كانوا بيلعبوا بهدوء وبينقلوا الكره حتى كتير قوي، رجعوا الكره لايمن المتلوتي وكانوا بيبتدوا من تحت بهدوء خالص، ما فيهوش صربعه، عشان يحافظوا على قوتهم لغايه اخر وقت. وعشان كده في اخر وقت برضو كان تركيزهم الدفاعي كبير، يعني ما كانش تركيزهم الدفاعي راح، لانه هم حسوا ان فرقه الترجي في الشوط الثاني الناحيه البدنيه والخطوط اتفكت، هم كانوا محافظين على تمركزهم الدفاعي بشكل جيد طوال المباراه. يعني يا كابتن اسامه، هل هو الفريق المرعب؟ لا طبعا، احنا هل هو الاقوى من الترجي؟ لا، مش اقوى من الترجي. الترجي، خلينا نتكلم بواقعيه، لا عشان انا في اسئله يعني جماهير الاهلاويه بتسالها، هقولها لحضرتك دلوقتي. فعايزين نتكلم للجمهور بقى، كلام للجمهور. لا، هو مش اقوى من الترجي، والدليل على كده ان الترجي هو اول الدوري، هو لغايه دلوقتي هو برده في الدوري الجديد هو كسبان 4 ماتشات ورا متتاليه. النجم فتره معينه اللي هي 2007 و2008 و2009 و10، الفتره دي هو النجم كان راكب الكره التونسيه وكان يعتبر الاول، لكن الترجي خد فتره اقل ورجع تاني. الترجي هو اللي خد الدوري السنه اللي فاتت، هو اللي راكب. فالنجم مش اقوى من الترجي، ولكن هم كانوا عاملين حساب لما شافوا ماتش الترجي، يعني طبعا عاملين حساب كده كده للنادي الاهلي لانه واجهوا بعض اكتر من 10 مرات، ولكن بعد هزيمه الترجي في تونس من النادي الاهلي هم خدوا حذرهم اكتر. بقى في اكيد لا باينه واخده طبعا، حتى في النواحي الدفاعيه باينه، يعني لدرجه انه مثلا كوناتي اللي هو الاسمر دوت اللي هو قلب الدفاع يعتبر من نجوم المباراه. انا معاك، يعني كان هايل. احنا عندنا المثل الشعبي بتاعنا يقول لك اللي بيتلسع من الشرب. حتى الباكين طبعا شايفين الترجي يعني اكبر فريق عندهم، الاهلي كسبوا في قلب ملعبه مظبوط، فكان في تحفظ زياده. حتى الباكين اللي هم حمدي النجاز وغادي عبد الرازق أدوا بشكل كويس قوي دفاعا وهجوما. فكانوا واخدين حذرهم شويه من النادي الاهلي، مع انا قلت لك ان النادي الاهلي في بعض اللاعبين الحاله الفرديه ما كانتش في احسن حاله. ده معظم اللعيبه كده. يعني انا استثني، انا من وجهه نظري يعني
استثني احمد فتحي بالذات الشوط الاولاني. الشوط الاولاني احمد فتحي كان عامل جبهه قويه وكان عامل شغل كويس قوي، ولكن رغم ان احنا بعضنا او انا واحد منهم طالبت ان احمد فتحي يبقى في قلب وسط الملعب اللي هو وسط المدافع، لما دخل وسط مدافع احمد فتحي ما كانش مظبوط، رغم ان هو بيجيد في المكان ده تماما، وهو كمان يمكن بيفضل يلعب في المكان ده، لانه كان في حيره اعتقد عند معظم الناس. اقول لك مش مظبوط ليه؟ واقول لك هشام محمد مش مظبوط ليه؟ طب ليه من وجهه نظرك الاول اعرف؟ هشام انا بقول انه هشام يعني رغم انه هشام واحمد فتحي ادوا بنفس الشكل برضه، يعني مثل تحس ان هم مش موجودين او مش موجودين، تحس ان هم مش دول. لا احمد ولا هشام. هشام رغم طبعا لعب افريقيا مع المقصه، وراجل لعب 10 دقائق او وقت معين في نهايه المباراه في مباراه الترجي، ولكن هذه المباراه هشام كنت حاسس انه قلقان شويه. اولا تمرير كتير كان خاطئ، ودي مش طبيعه هشام، يعني من اكتر الاشياء اللي تميز هشام انه بيعرف يستلم ويسلم. بالظبط بالظبط، كان في اخطاء كتير في التمرير. دي واحده. كميات الجري والضغط على المنافس ما كانتش موجوده. بالظبط. فممكن يكون قلقان، ممكن يكون لسه برضه. طب واحمد ده لما راح المكان، لكن احمد انا بالنسبه لي كانت علامه استفهام، لان انا توقعت التغيير. انا عن نفسي احنا قبل اللقاء لما اتكلمنا قلنا كابتن حسام هيعمل حاجه من اثنين، يا هيبتدي طالما حسام عاشور غايب، يا هيبتدي بهشام محمد جنب السولية، يا هيجيب احمد فتحي جنب السولية ويودي محمد هاني ظهير ايمن زي ما هو عمل الشوط الثاني. هما دول الخيارين اللي كان هيفكر فيهم، وهو ابتدى باختيار هشام، ثم الشوط الثاني لما هشام ما كانش موفق ودى احمد. هشام اتصاب واتكسر. اتصاب يعني كسر. طيب كمان يعني كان ممكن ما يعملش التغيير. بالظبط. هشام كسر يعني ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه يعني. لما احمد فتحي دخل جوه ده منطقي جدا وتغيير سليم 100%. ما ظهرش احمد لان بس احمد كان يعني عصبي شويه، في توتر، الباص برضو مش مظبوط، رغم ان هو جري كتير، جري يعني ممكن أقول اكتر الناس اللي حاولت. الشوط الثاني برضو احمد فتحي لكن ما كانش مظبوط، لكن الشوط الاولاني كان مظبوط في مكان، كان مجيد يعني. طب اقول لك سبب يعني ممكن وحضرتك مش عارف اتفق معاه ولا لا، يعني السبب ان هشام محمد واحمد فتحي ظهروا بالصوره دي عدم وجود حسام عاشور. حسام عاشور بيظبط المكان، فاللي جنبه بيبقى متحرر وعارف ان في يعني حسابات، لكن بعد كمان عمرو السولية عن مستواه امبارح كان موحش دور. ما هو الاثنين اللي جنبه او الاثنين اللي تبادلوا عليه، الديفندر ما كانوش مظبوطين، سواء في الضغط سواء في التمرير، كان في تمرير خاطئ كتير شويه، سواء في تقارب الخطوط اللي هي انه يزقوا مع الثلاثه اللي قدامهم اللي هم عبد الله ووليد ووليد سليمان واجاييه، يزقوا مع هم يزقوا الناس اللي قدام مع ازارو، لانه فرقه النجم الساحلي كانت بتطلع بالكره من تحت بسهوله جدا. يعني كانوا كتير قوي يرجعوا الكره للمتلوتي، حتى ما كانش بيبقى عنده توتر، يباصي للسردباكات، يباصي لنص الملعب. بالزبط. مفيش حد بيقرب. منتهى الثقة لان الناس ما كانتش مقربه من بعض، ما كانوش بيلعبوا ككتله واحده يعني. كان في توهان يا كابتن شويه. فحسام عاشور لان كمان مع انا استاذنك معلش انا بقطعك كتير، لا 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 هو الحديث متبادل بينك، انا بصدق يعني. لا 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 بتبدا الضغط الهجومي بيبدا من الاثنين قلبين الملعب اللي هم الاثنين الديفندرات، اللي هو كان حسام عاشور وكان عمرو السولية، بيبداوا يوجهوا الضغط على الجناب في العمق، فتحس امبارح ان مفيش. فهل حسام عاشور فعلا كان عامل كل الفجوه دي؟ يعمل. بص حسام عاشور ممكن لما بيكون موجود في الملعب لانه ما بيعملش تمريرات بينيه خطيره، ما بيشوطش، ما بيعملش حاجه فيها اللي هي الحاجات اللي بتاخد الاهات من الجماهير، ممكن الناس ما تحسش بيه قوي، لكن لما بيغيب الناس تحس بقيمته. لكن احنا كمدربين او لعيبه او ناس مرنته او ناس بتشوفه فاهمين قيمته في ايه. اولا حسام عاشور عنده 3-4 مميزات مش سهل، مثالين في اي حد. تمركز صحيح، تمركز جداً. غير طبيعي طبعا. بيعرف يقف امتى. بالزبط. يقف قدام الديفنس امتى، مسمار امتى يبقى فعلاً. مقرب مسمار فعلا. ثانيا عنده بيسهل
كل التمرير لزمايله من غير ما بتحس بتلاقيه تحت عبد الله، من غير ما تحس تلاقيه جنب نجيب مثلا، جنب سعد سمير، جنب رامي، من غير ما تلاقيه جنب عمرو السوليه، بيعرف يظهر لزمايله فبيسهل لهم اللعب، ودي بتعمل استحواذ. فانت فقدت الاستحواذ امبارح، حسام عاشور وعبد الله السعيد من اكتر اثنين عملوا استحواذ للنادي الاهلي. تالت حاجه لحسام عاشور انه بيضغط كويس قوي، هايل، بيضغط ضغط متتالي. ايوه يعني اللي هو مش بيضغط ويقف، لا أيوة. ده بيفضل يكمل في الضغط. اي أيوة مظبوط كده. شويه دي يعني انا اقول ايه، قليله عند اقل من حسام فيها. يعني هشام متميز في التمرير قوي، بالذات التمرير الامامي، وعنده بيشوت كويس، عنده رؤيه، ولكن يمكن الضغط ده حسام عاشور بيعمله افضل، وطبعا عنده خبرات اكتر. فما فيش شك ان حسام عاشور غيابه بيبقى مؤثر، لكن مش معنى كده طبعا انه عدم وجود حسام عاشور النادي الاهلي، لكنه لعيب مهم جدا ومن اكتر اللعيبه المؤثره في النادي الاهلي. بالظبط. فحته جزئيه الاستحواذ، خاصه كمان ان امبارح وليد وعبد الله ما كانوش في الحاله الحلوه بتاعتهم، فهم اللي يعني مع حسام عاشور اكتر ناس بيعملوا استحواذ للنادي الاهلي في وسط الملعب. ده ما كان دي شويه مفتقده، يعني هم الاستحواذ تلاقيه كان ليهم هم اكتر، هم تحس ان امين بن عمر والطرابلسي والمساكني خصوصا كمان عمرو السولية وبنجوره، تحس ان هم سيطرتهم على الاستحواذ مع الكره كان اكتر. طريقه اللعب اتغيرت امبارح يا كابتن اسامه؟ لا، هي طريقة اللعبة ما اتغيرتش، يعني انت بتلعب 4-2-3-1. انت شفت 4-2-3-1 في الملعب؟ شفتها، بس هي المشكلة في ايه؟ انا بقول لك ولا شفت 4-3-2-1؟ انا كنت شايف عبد الله السعيد في نص الملعب ناحية الشمال. ما هو انا اقول لك، ما هو نص الملعب ناحية الشمال بالذات بعد ما نزل صالح. لا انا شايف يعني من البداية طول المباراة في نص الملعب ناحيه الشمال. كابتن حسام مكلفه ان هو يبقى ثالث في نص الملعب عشان يدافع كويس قوي مع علي معلول، ويدي حريه شويه لجونيور اجاي. ممكن، لكن هي بانت اكتر لما نزل صالح في قلب الملعب. عبد الله تحس انه اتطرف قوي، او يعني اتطرف كتير ناحيه الشمال. طب انت شفت عبد الله في مكانه اللي هو ما انا قلت لك عشان كده انا احساسي من الناحيه البدنيه اللي هي ناحيه انت الجهد اللي اتبذل في مباراه الترجي، انا احساسي ان الاستشفاء ما اتعملش كويس، اتعمل كويس اكيد، ولكن اللعيبه برضو ما وصلتش للراحه الكافيه، لاستعاده الفورم. ولذلك في اوقات كتيره جدا تلاقي وليد ازارو، يعني في ماتش الترجي وليد ازارو لما كان بيضغط قدام، لا وليد كان باين عليه منهك، مع منهك فكريا. لا انا بتكلم على ايه، جزئيه ان وليد لما كان بيضغط قدام كنت بتلاقي على طول عبد الله في ظهره ووليد في ظهره في ماتش الترجي. الماتش ده ازارو بيضغط بتلاقي عبد الله بعيد، بالظبط، تلاقي وليد بعيد بالزبط. ولذلك هم كانوا بينقلوا الكره براحتهم، بالظبط، باكين والاف الديفندر ينزل اللي هو امين بن عمر ده او الطرابلسي، ياخدوا الكوره ويستلم وينقل تاني ويرجعوا تاني كده. كان عشان في حاجه مهمه جدا يا كابتن اسامه، انا بكمل كلامك او بفكرك. لا اتفضل. الديفندر كان بينزل لان ما كانش في ديفندر اللي هو حسام عاشور بيروح يضغط عليه، حتى عمرو السوليه ما كانش بيروح يكمل، حتى عبد الله السعيد اللي هو المكان اللي موجود فيه ده كان دايما متطرف ناحيه الشمال، فتلاقي العمق بتاعك يعني نوعا ما هم مستحوذين عليه. اي مظبوط، ما انا بقول لك فكر الكابتن حسام بدري كان ايه؟ لا انا بالنسبه لي شايف انه كان بيلعب 4-2-3-1 عادي، تمام، بس هو لما نزل صالح بقى عبد الله مايل ناحيه الشمال اكتر شويه. لكن انا يعني حسيتها ان هي، بس انا قلت لك انه الحاله الفرديه من وجهه نظري، الحاله الفرديه اللي هي جايه من الناحيه البدنيه، مش خططيا او مش فنيا، بدنيا، وممكن يكون ذهنيا. ما اللعيبه فكرت في الماتش زياده قوي، فده اللي عمل لهم، يعني ممكن عملوا استشفاء يعني فوق الخيال ورجعوا للفورم البدنيه. لكن طبعا حضرتك عارف وادرى مني يعني ايه اجهاد ذهني. ما هو يعني إيه محمد ينزل مجهد ذهنيا اللي خلاه بالشكل ده؟ هشام ممكن يكون عشان زي ما قلنا ماتش اول ليه بالنسبه له مع الاهلي من البدايه، وماتش كبير وماتش بتاع، ممكن يكون دي هشام مش هيبقى مجهد، ممكن يكون قلقان، صح؟ اكيد. لكن الباقيين انا بتكلم على عبد الله، بتكلم على وليد، بتكلم على معلول بتكلم على كميات الجري كانت اقل من انا شفت عبد الله امبارح جري اكتر كميه جري من فتره
طويله جدا، جري بضغط وضغط متتالي، ضغط متلاحق، عشان كده اتمزق. وطبعا السي في بتاعه اللي قبل كده بقى اللي هو ضغط المباريات ومفيش راحه ليه كتيره يعني. لا انا بقول لك، انا بالنسبه لي كنت يعني من بدايه الماتش، او مش من بدايه الماتش، بعد نص ساعه كده حاسس ان كميات الجري قل شويه، التمرير بيتقطع كتير بالظبط، يعني فقد الكوره يعني واحد اتنين تتقطع، واحده اتنين تتقطع، واحده تتقطع، فهم سيطروا على وسط الملعب اكتر مننا. ثانيا هم برضو بصراحه كانوا عاملين جبهتين كويسين، اللي هو الجبهه اللي كان فيها حمدي النجاز وعلي بنجوره ده الاسمراني اللي ناحيه معلول، والناحيه الثانيه غادي عبد الرازق وعليا البريقي، كانوا عاملين جبهتين كويسين، واضح انه كان عاملين حساب النادي الاهلي قوي، مع تعب بعض اللعيبه اثرت في الاداء اكيد، لكن هي بصفه عامه النتيجه تعتبر نتيجه كويسه جدا أكيد. مش نتيجه وحشه. طيب يعني اروح لك كده الاسئله، يعني طبعا فريق الاعداد بيعمل لي اسئله، يعني خلينا في اسئله الجماهير، هي نفس اسئله الاعداد بالظبط بس عشان ندخلهم معانا. طبعا يعني من وجهه نظرك كابتن اسامه، مين اللي عوض غياب احمد فتحي وعبد الله السعيد، وهل غيابهم هياثر، وايه انسب طريقه للعب الماتش اللي جاي مع النجم هنا في مصر ده وليد الغنام؟ طبعا اللعيبه الكبار في اي فرقه بيبقى لهم تاثير. احمد فتحي لعيب دولي اساسي دولي، عبد الله سعيد اساسي منتخب مصر، اساسي منتخب مصر، فليهم تاثير طبعا، زي ما كان في تاثير لحسام عاشور في الماتش اللي فات. لكن النادي الاهلي عنده البديل، وعنده الناس اللي تقدر تلعب، وعنده ناس لعبت ماتشات كتيره، فطبيعي في موجود محمد هاني. دي كواليس البعثه كابتن، يعني عشان برضو الناس معانا، دي كواليس بعثه الاهلي يا جماعه في رحله العوده للقاهره، حمد لله على سلامتهم والف حمد لله على سلامتهم. طبيعي ان محمد هاني موجود، راجل لعيب كويس وعنده خبرات برضو ولعب كتير وعنده جهد كبير، فان شاء الله ربنا يوفقه اذا كان هو اختيار واقع عليه. في نص الملعب مكان عبد الله في صالح جمعه فورمه كويسه، ويمكن في وقت احيانا كان الناس بتقول صالح ليه ما يبداش ومثلا عبد الله يريح شويه، فالفرصه هي جات له ممكن هو اللي يبدا. فانا اقصد ان البدائل موجوده والحلول موجوده، والنادي الاهلي كبير وعنده بدلاء كتير، لكن ما فيش شك طبعا انه عبد الله سعيد واحمد فتحي من اهم الناس اللي في فريق النادي الاهلي. تمام. حمله كبيره او غضب جماهيري، يعني عايز اقول لك ايه، عتاب كبير قوي على ازارو، عايزك برضو تجاوب في اسئله كتير جدا من اللي جات لحضرتك على وليد ازارو. لا كتير جدا. ازارو لعيب كويس مفيش شك في كده، او من وجهه نظري، اولا سريع جدا، متحرك، ويتحرك تحركات واعيه وكويسه، بس هو عنده شويه استعجال في انهاء الهجمه مع عدم تركيز. طيب نرجعه تاني ازاي يا كابتن اسامه بصفتك مدير فني؟ طبعا هو دي بالتدريبات، بالكلام، في جلسات طبعا اكيد في معاه كابتن اسامه بيقعد معاه والجهاز المعاون، اكيد بالتدريب كتير على المرمى، لكنه هو مهاجم واعد، وهو كل اللي قعده في النادي الاهلي ما يكملش يعني عدد ماتشاته مع النادي الاهلي ما تجيش 10 ماتشات يعني. هو يا دوب ابتدى في البطوله العربيه ولعب ماتشين ولا ثلاثه بتوع الترجي والنجم الساحلي، فعدد ماتشات ممكن ما يكملش اصابع ايد الايدين يعني. كمان سنه صغير، الوقت جاي معاه، لكن هو عنده مقومات المهاجم كويس. ايوه انا عايز اعرف وجهه نظرك في ازارو، لان انت قلت لنا اجاي من زمان، وانا كنت عمال اقول لك لا يا كابتن اسامه، لا يا كابتن اسامه، والحقيقه بصراحه انا يعني يعني حاجه جميله جدا اجاي، واحترمت وجهه نظرك تماما. الله يعني شفت حاجات احنا ما كناش شايفينها. شايف وليد ازارو ازاي؟ لا وليد ازارو ما قلت لك عنده اولا سرعه غير طبيعيه، ودي قليله في المهاجمين الموجودين حتى في الكره المصريه كلها، وفي النادي الاهلي ما فيش السرعات العاليه قوي دي كده، يعني يمكن حسين السيد وهو اسرع اثنين يمكن. عنده تحرك كويس جدا، بيتحرك كويس جدا، وتحرك متكرر يعني. مش في فيرويد مهاجم بيعمل حركه مره وما تلعبلوش الكوره ما يتحركش تاني، هو عنده حركه دايما، بياخد اماكن كويسه جدا. ولكن انا قلت لك هي النقطه اللي عنده اللي هي عامله قلق للناس هي اضاعته للفرص، فدي هتيجي بكتر التمرين بالعادات اللي معاه، هو نفسه لما ياخد خبرات اكتر، لان هو حتى بالنسبه للكره المغربيه وليد ازارو ما بقالوش موسم ولا موسم ونص يعني، ما لسه صغير يعني، لسه طالع يعني. بالظبط.
يعني يا دوب لعب كام ماتش في المنتخب المحليين، ولعب ماتش او شارك في مباراه مع المنتخب الاول او معسكر، فيعني لسه قدامه الفرص كتير، لكن هو امكانياته مهاجم جيد جدا. تمام تمام. مساء الخير كابتن اسامه، حضرتك شايف فرص النادي الاهلي ازاي في لقاء العوده، وايه توقع حضرتك للتشكيل المناسب، وهل الوقت مناسب لمشاركه عماد متعب في ظل المستوى الغريب لوليد ازارو ده احمد زغلول؟ بالنسبه للنادي الاهلي فرصته انا شايفها اكبر بكتير من النجم الساحلي، لا فيش شك النجم الساحلي ليه فرص انه كسب، ده طبيعي، ولكن فرص الاهلي من 70 ل 75%. لوجهه نظري الشخصيه النادي الاهلي يكفي هدف واحد او هدفين يعني، لكن هدف واحد يوصله، فانا شايف ان نسبته بمستوى القوه بين الفرقتين النادي الاهلي نسبته تعدي 70%. بالنسبه انت قلت لي السؤال الثاني ايه؟ ده التشكيل احنا لسه استاذ احمد زغلول لسه ان شاء الله لسه نشوف، لسه في فتره كبيره لسه مش عارفين ان شاء الله حسام عاشور هيرجع، لسه الدنيا التشكيل لسه بدري شويه، اعتقد الكابتن حسام هيتأنى كتير قوي في التشكيل. التشكيل حسب بقى ما هل عبد الله هيلحق، هل هو بس احمد فتحي ولا متاكد غيابه دلوقتي وهو هشام محمد. طيب محمد حمزه ابو تريكه بيقول لك كابتن اسامه، يا كابتن انا شايف ان احمد حمودي ممكن يعمل الفارق في لقاء العوده، خصوصا ان الظهير الايسر للنجم موقوف غازي عبد الرازق. محمد حمزه ابو تريكه كمان بيقول لك ليه بعض الاعلاميين شاغلين بالهم بالاهلي وللاسف منهم اهلاويه وما بيقولوش الا السلبيات بس. لا طبعا يعني هو خلينا نجاوب على الجزء الاول اللي هو وجود حمودي، بيقول ان هو ضروري جدا في ظل غياب الظهير. هو طبعا حاجه كويسه يعني ان غازي عبد الرازق ده برده بيغيب، لعيب كويس عندهم. حمودي طبعا لعيب مؤثر ومهم. طبعا دي هتبقى وقتها لسه الماتش يوم 22 للكابتن عصام يقدر بقى هو اللي يقول مين اللي يبدا ومين اللي يقعد احتياطي، لكن حمودي حتى لو لعب لعيب مهم ولعيب كبير يعني يقدر يلعب يعني اكيد. بالنسبه ل انت قلت لي حاجه قلت لك هو بيقول ليه بينتقدوا الاهلي بعض الاعلام بينتقدوا الاهلي في السلبيات بس، بص يعني اولا ما بيسنوش على الايجابيات. اولا النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا ومعظم القنوات هتبقى بتتكلم عن النادي الاهلي، مهما يعني خدنا مساحه لاي فرقه اخرى فالنادي الاهلي اكتر أكيد. اكتر أكيد. نادي الاهتمام الجماهيري والاعلامي وكل حاجه هيبقى عليه. ففي ناس بتتكلم في السلبيات بس، خلاص وجهه نظرها وتحترم، لكن الطبيعي النادي الاهلي ايجابياته اكتر بكتير على مدار تاريخه، سواء بطولات سواء لعيبه دوليين سواء مباريات بيقدمها بمستوى كويس، لكن لابد انه طبعا يتقال الكويس ويتقال الوحش كمان او السلبي يعني. تمام. يعني محمد سمير بيقول وائل جمعه والاهلي وانتقاده للكيان، لا انا اللي هجاوب على السؤال ده، وائل جمعه ما بيتنقدش، وائل جمعه غيران على الكيان، وهناك فارق كبير بين الانتقاد السلبي والغيره على الكيان، وائل جمعه ما حدش يقدر يعني يتكلم او يشكك في حبه النادي الاهلي، وائل جمعه يعني نجم كبير جدا غيران على الكيان وعايز كل حاجه على اكمل ما يكون، عشان كده ساعات بيقول بحده شويه، لكن طبعا ما ينفعش نقول على وائل جمعه اكتر من كده. اسامه فؤاد بيقول لك كابتن اسامه ليه كابتن حسام مصمم على عبد الله السعيد حتى وهو مجهد، وهل هو فعلا ملوش بديل في مصر؟ بص هو عبد الله السعيد من اهم لعيبه في النادي الاهلي. تمام. وحتى احنا السنه فاتت مع مستر مارتن يول كان يعتبر من واحد او اثنين في بالنسبه لنا في الفرقه يعني مؤثر جدا. ولكن كل لعيب بيجي له وقت بيبقى تعبان، ده طبيعي. عبد الله سعيد مؤثر مع النادي الاهلي، مؤثر مع منتخب مصر، لكن دلوقتي بقى في صالح جمعه برده مستواه ارتفع. صالح جمعه فتره كان بعيد، لكن صالح جمعه ابتدى يرجع نفسه وابتدى يبقى في حاله فورمه كويسه، فاحيانا ممكن صالح جمعه يلعب، احيانا لو عبد الله تعبان ممكن يقعد، لكن عبد الله من اهم عنصرين ثلاثه في النادي الاهلي ومنتخب مصر. حلو. معتز الشافعي بيقول لك هل لو صبرنا على ازارو هيبقى فلافيو جديد ولا هيبقى فرانسيس ومحمد غدار جديد؟ لا انا شايف ان هو ما يقلش عن فلافيو لو خد الفرصه كامله وفضل يلعب، لانه عنده كل المقومات المهاجم الكويس. اكيد اكيد انا بتفق معاك تماما. احنا بنعرض اهو اسئلتكم يا جماعه بمنتهى المصداقيه. محمد الشناوي بيقول لك كابتن اسامه كابتن حسام
قال ان احمد حمدي لعيب مهم ووجوده مهم، ليه ما بنشوفوش؟ احمد حمدي لعيب مهم ولعيب كويس ولعيب واعي، لكن اهميته او لا دي ترجع للكابتن حسام. يعني هي كان في فكره عن موضوع اعارته وفكره اخرى ان يبقى، فخلاص الجهاز الفني شايف ان هو يبقى. بعد كده الفرصه بقى دي بتاعت الكابتن حسام، امتى يديها له؟ ممكن هل مع الماتشات، هل يشوف امتى؟ المباريات كمان صعبه قوي، مباريات صعبه، لكن احمد حمدي لعيب كويس اكيد، وعشان كده الكابتن حسام عارف امتى. عشان كده طبعا رفض احترافه، اكيد هيستعين بيه ان شاء الله يا استاذ محمد. يعني برضو يا كابتن اسامه اسئله بصراحه لا ما هو الجمهور فاهم يعني حاجه بصراحه حاجه حلوه يعني. بص لو اوريك اسئله الاعداد هي هي بس طبعا الجماهير ايه عايزه بقى تدوس في كل حاجه. عبد الله السعيد اسلام احمد بيقول عبد الله السعيد اكتر واحد محتاج فتره راحه. خلاص عبد الله، يعني هو عبد الله السعيد هياخد راحه اجباريه مش اقل من شهر ونص عشان يرجع تاني ان شاء الله، يرجع احسن من الاول. دور مؤمن زكريا وصالح جمعه في الهجوم المستمر، سوف يكون هناك اهداف لان الضغط يولد الاخطاء. يا نجم ما تنساش تقول لي ممكن يعملوا ايه. ده مصطفى عليان بيقول ان بيقول ان دور مؤمن زكريا وصالح جمعه هيبقى ليه فايده كبيره جدا في الهجوم في الماتش اللي جاي. طبعا طبعا، صالح جمعه امبارح جاب جون من الضغط، ويمكن ده كان قلنا فتره من الشوط الاولاني بالذات او معظم الفترات اللقاء ما كانش فيه ضغط على السيرتيباكات. صالح جمعه في اللقطه دي ضغط مع عبد الله على ما اعتقد او اجاييه، وقدر يقطع الكوره وغلط الباك وجابها جون. فالضغط طبعا بيولد اخطاء، ويمكن في مباراه الترجي الضغط على الاثنين قلبي الدفاع كان اكتر وغلطهم كتير في التمرير. امبارح يمكن اقل شويه، لكن هنا في القاهره طبعا اكيد النادي الاهلي عايز يكسب بطبيعه الحال، هيبقى في ضغط كتير ومستمر يعني. ووليد ومؤمن وصالح من اللعيبه بتعرف تجيب اجوان، وان شاء الله يبقى لهم دور كبير اكيد. ده كان سؤال، السؤال ده كان سؤال مصطفى عليان، ده كان لعيب جامد قوي، مش عارف تفتكره ولا لا. كابتن اسامه كان بيلعب في القناه زمان، لعيب كان اشول، لعيب كان كويس قوي يعني. يعني كويس انت مشاركنا كابتن مصطفى وتنور الاهلي. كابتن اسامه، الاهلي محتاج لاعب ارتكاز بمواصفات فرانكوم او كوليبالي؟ ده معتز بيسالك السؤال ده. والنادي الاهلي فيه، ما هو خلي بالك لسه في كمان اكرم توفيق، لسه برضو صغير وعنده جزئيه شويه اللي هو بيتكلم عليها دي، اللي هي حته قطع الكوره والجري الكتير وكده موجوده، غير الناس اللي موجوده اساسا اللي هو السوليه وحسام عاشور وهشام. لكن هو يقصد اللاعب اللي هو متمركز اكتر وسط او امام القلبي الدفاع، وعنده قدرات على قطع الكوره يعني. يعني حسام عاشور موجود وبيغطيها، واعتقد مع الوقت كمان اكرم توفيق عنده الجزئيه دي. تمام. برضو يعني كله بيسال على صالح جمعه يعني، وليه خلاص صالح جمعه ان شاء الله يا جماعه اكيد ما فيش بديل قدام الكابتن حسام غير اشراك صالح جمعه. كابتن اسامه يعني هو ده الطبيعي يعني، لكن برضه يعني كان ساعات بتبقى فيه وجهات نظر في اوقات امتى ابتدي بيه امتى ما ابتديش بيه، لكن خلاص هو يعني صالح جمعه في سواء في النادي الاهلي او المنتخب بيبقى على طول هو التبديل الاولاني، فاعتقد يعني ان هو يكون للدور الاساسي في الفتره الجايه اعتقد يعني. تمام. احمد علي بيقول بمس عليك كابتن اسامه، وعايز اعرف اسباب هبوط مستوى الاهلي في مباراه الامس. انا قلت لك الناحيه البدنيه، احنا قلنا فعلا يعني بس الناحيه البدنيه انا شايف ان كميات الجري كانت اقل من، فدي اثرت على اللعب الجماعي. انت لما بتبقى الحاله الفرديه في الحركه والجري والانقضاضات والحاجات دي مش موجوده كتير بتاثر على اللعب الجماعي بقى كله، فبيحصل خلل شويه. فاعتقد ان اللعيبه ما لحقتش ترجع للحاله الفورمه، الاستشفاء كان ما لحقش يرجع لعيبه. متاكد على النقطه دي؟ انا احساسي شايف ان هو اجهاد بدني ولا ذهني يا كابتن اسامه؟ إيه ممكن يكون الاثنين، ممكن يكون الاثنين. خلي بالك اي حد، خلي بالك انت لعبت ماتش الترجي تحت ضغط كبير قوي. انت متعادل 2-2 ثم 1-0 الشوط الاولاني، اللعيبه جريت جري غير طبيعي الشوط الثاني، فممكن يكون عارف مخك بيبقى محتاج راحه شويه وجسمك بيبقى مرتاح شويه،
فممكن حصل طبعا اكيد استشفاء، وحصل اكيد يعني تدريبات بطريقه معينه عشان اللعيبه ترجع لحالتها، ولكن برضو في ناس ما رجعتش للحاله كويسه، واعتقد ده من وجهه نظري، انا شايف ده جزء مهم يعني. تمام. دكتور اشرف عز بيقول لك كابتن اسامه مساء الخير، الفرقه لازم يكون فيها تثبيت، ولازم يكون الكابتن حسام يحافظ على طريقه اللعب، واي حاجه غير كده اعتقد انها ليست في الصالح العام. ما هو تثبيت، ما هو الفرقه متثبته، الماتش اللي فات التشكيل اللي لعب مش مختلف عن الماتش اللي قبله، مش مختلف عن يعني سعد سمير هو اللي كان بيلعب على طول جنب رامي، الاربعه اللي ورا هم وسط الملعب هو باستثناء حسام عاشور، ده كان تغيير اضطراري انه كان مصاب. عادي اجايو وعبد الله ووليد وازارو بيلعبوا على طول، يعني ما فيش حاجه متغيره قوي يعني. يعني احيانا مؤمن بيلعب، ازارو ما بقاش موجود، واجايو بقى قدام، لكن التشكيل ثابت يعني ما فيهوش تغييرات كتيره يعني. تمام. ده سؤال بره شويه بالنسبه لصالح جمعه ومستر كوبر، هل مستر كوبر هيستعين بصالح جمعه بدل من عبد الله السعيد؟ ده سؤال بيساله احمد عبد العظيم. اعتقد فيها نسبه كبيره، لانه انت لما تشوف اللي موجودين كلهم، موجود محمد صلاح، موجود رمضان صبحي، موجود تريزيجيه، موجود صالح جمعه، موجود، فممكن جدا صالح جمعه يبتدي مكان عبد الله السعيد، ممكن جدا. طيب خالد الجبري بيقول لك امتى ممكن نشوف عماد متعب؟ عماد متعب لعيب كبير وممكن يبقى ليه ادوار، ممكن الماتش الجاي يبقى ليه دور كبير، لانه هو جوه ال 18 بيعرف يعني قناص وبيعرف يستغل الفرص، فممكن جدا تلاقيه في المباراه القادمه يعني ان شاء الله. تمام. سؤال مهم جدا يا كابتن اسامه، هو ملوش علاقه بالكوره، هو ليه علاقه بالروح الرياضيه. بيساله محمود محمد المظلوم، بيقول لك يا كابتن اسامه، هل في المباراه القادمه اذا اصيب احد من لاعبي النجم الساحلي، هل النادي الاهلي هيطلع الكوره ولا مش هيطلع الكوره؟ دي بقى ترجع لتعليمات الجهاز واللعيبه مع بعض. لا لكن انا بتكلم على لكن هو على اخلاق كيان او اخلاق نادي. طبيعي الطبيعي انك تعمل الصح، انك تطلع الكوره، بس برضه ما يبقاش فيها مبالغه يعني. لا لا، لو لاعب اصيب اصابه بالغه زي اصابه علي معلول، الراجل كان هيكسر فيها رجله. لا طبعا الكره لازم تطلع، لان هو ده يعني الفير بلاي في العالم كله، والنادي الاهلي ده مؤسسه كبيره والناس بتتعلم منه. لكن حاجات بقى فيها مثلا يعني زي ما بيقولوا باللغه البلدي كده استعباط، او بقى استمراء جزء ان انا اقع وعايز اعطل والكلام ده، لا. لكن لو في حاجه واضحه انه عيب مصاب لازم الكره تطلع طبعا. تمام. طيب سؤال برضو مهم جدا يا كابتن اسامه، عادل صديق بيقول لك كابتن اسامه مساء الخير، نغمه ان عبد الله السعيد محتاج راحه دي بقت نغمه، بقت نغمه كبيره جدا، بنشوف اللعيبه في اوروبا بتلعب كل 3 ايام مباراه وما بيشتكوش من حاجه، يا ريت يا كابتن نبطل النغمه دي واللاعب اللي في مستواه هو اللي يلعب. طبيعي اللاعب اللي في مستواه اللي يلعب. شايف ان دي نغمه ولا شايف ان هو لا هي زادت مجد. هي زادت، هو الكلام فيها زاد، هو المفروض ما تبقاش فيها كده، لكن ما بيبقاش بالكم ده كل حاجه نعلق على دي. ولكن عبد الله السعيد حتى احيانا لو كميه الجري بتبقى اقل في مباريات، ولكنه مؤثر جدا في الاستحواذ على الكوره، مؤثر جدا في التمريرات البينيه الخطيره، مؤثر جدا في احراز الاهداف والتسديد. ولو نفتكر مباراه الترجي هنا، ضربه الجزاء الاولى هو اللي عاملها الازارو، اكيد لو تفتكر ماتش مصر واوغندا، التمريره مؤثر. السحريه هو اللي عاملها لمحمد صلاح. فعبد الله السعيد احيانا حتى لو هو يعني تعبان شويه المفروض بيفضل يعني هي نغمه زايده ولا هو فعلا مجهد؟ لا هي نغمه زايده. لا تمام. نغمه زايده تمام. لكن لو هو في تعب شويه ممكن احيانا انه يقعد مباراه ولا حاجه ولا مباراتين ويرجع تاني، مفيش مشكله. تمام يعني. محمد الحديدي، اخر سؤال انا اساله يا كابتن اسامه، محمد الحديدي ده مشجع زملكاوي جدا، بيقول ان شاء الله ماتش ان شاء الله نشوف الاهلي والوداد في النهائي الافريقي. هو في الغالب هو ده اللي هيحصل وجهه نظري يعني. انا عندي احساس ان الاهلي والوداد هم اللي هيتقابلوا في النهائي ان شاء الله يعني. ان شاء الله. يعني
حلو ان احنا ندخل اسئله الجماهير طبعا، ما هم حاسين بيك قوي يعني، حاسين بيك كفريق كوره وحاسين بكل حاجه كبيره وصغيره. احنا جاوبنا على معظم الاسئله وان شاء الله هنجاوب عليها في الفقره اللي جايه كمان، هحاول نلم الاسئله بتاعتكم ان شاء الله يعني، بنحاول نتواصل معاكم في كل حاجه. كابتن اسامه اخر سؤال اساله لك، فرص الاهلي ان شاء الله في المباراه اللي جايه مع ان لسه بدري بس يعني احنا برضو بنطمن الجماهير من نجم كبير زي حضرتك. فرص الاهلي كبيره جدا واكبر، انا بقول 3-1 بالنسبه للنجم. 3-1 يعني اقول مثلا 70% 30% تقريبا يعني. النادي الاهلي زي ما قلت لك فرديا افضل، جماعيا افضل. يعني سيبك من المباراه ديت، هم برضو الحق يقال هم في مجمل القائمه كانوا افضل. لكن بصفة عامة الأهلي هو الأفضل جماعيا فرديا، لعيبة كتير في المنتخب، قدرات في كل اتجاه، جماهير هتبقى حاضرة بشكل كبير قوي. فأعتقد إن شاء الله فرص النادي الأهلي أكتر من 70%. يا رب يا رب إن شاء الله. دايما بتنورنا وتشرفنا كابتن، الله يخليك، ودايما بنستفيد بآرائك أكيد طبعا يعني، ليك من الخبرات ما يكفي إن أنت تجاوب على كل أسئلة الجماهير إن شاء الله. كل حلقة كده نعمل لهم جزء إن شاء الله وتطمنهم من خلال إجاباتك اللي هي مقنعة جدا. الله يخليك، نورتنا وشرفتنا. شكرا لك. يعني ده كان